التجربة دي كانت من كذا سنة، وبعدين حصل إنه تسمم الغاز بيعمل شلل تام للجسم، تمام؟ فجيت أقوم من مكاني مش عارفة أقوم، فانفصل روحي، اتفصلت عن جسمي، تجربة فخرجت يعني تجربة من روحي الموت. خرجت من الجسم على مسافة مثلا متر ونص مني، فبقيت أمشي، روحي ماشية وجسدي مسحوب ورايا، متخيل؟ قعدت في الحالة دي مثلا نقول أسبوعين ثلاثة، مش قادرة أرجع الروح للجسم تاني، يعني في ديلاي ما بين حركات روحي وجسدي، يعني عشان أقوم روحي بتعمل المجهود ده الأول، بشوفها بتقوم بكل الأفعال دي، وبعدين جسمي بالبطء جدا يقوم وراها، فاهم إزاي؟ سلامات. الإحساس اللي كان عندي بقى إن روحي دي عايزة تطلع تنطلق بره في الهواء، فكنت أروح على شباك، على بلكونة، على أي حاجة عايزة أطير. فكنت بخاف جدا أقرب من الشبابيك والبلكونات، لأن أنا عارفة إن جسدي هيعمل